أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر. الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ربما، ولا أقول ربما للتقليل بل ربما للتكثير، ترى الرجل يحب الرجل في ناديه ولو كان قاطع صلاة، ويكره الرجل في النادي الآخر ولو كان مصليا. أين الحب في الله والبغض في الله؟ ربما أحب كافرا، ربما وربما. أين الحب في الله؟ أين البغض في الله؟ أين الأخوة الإسلامية؟ إنها تنتهي في ميادين الكرة وملاعبها. أخوة الإسلام والحب في الله والبغض في الله لا التفات إليه عند الرياضيين، لا التفات إليه عند الرياضيين. يا عبد الله، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت أعقل من أن تكون مشغولا بكرة، أنت أرفع من أن تكون مشغولا بكرة، أنت أعز من أن تكون مشغولا بكرة. آسف والله أنه يوجد حتى من بعض خطباء المساجد وأئمة المساجد ومدرسي الحلقات القرآنية، ربما تراه أمام شاشة التلفاز أو عاكفا على جواله يتابع المباريات الرياضية. نأسف والله أن يكون هؤلاء الذين يرجى منهم أن يكونوا مربين وأن يكونوا معلمين ومرشدين ومثقفين للمجتمع ورافعين لمعنوياتهم الإيمانية، أن ينزلوا إلى الحضيض وأن يكونوا مشجعين للكرة كأس العالم أو غيره. ماذا يعني كأس العالم؟ هذا الكأس ماذا يشرب فيه؟ ماذا يشرب فيه؟ ماء زمزم؟ ماذا يشرب فيه؟ كاد إن لم أقل قد عبد من دون الله من شدة التعظيم له، كادوا أن يتخذوه صنما هذا الكأس الذي يتضاربون من أجله، إنهم يعظمونه. أيما تعظيم، أي تعظيم لهذا الكأس، أي تقديس لهذا الكأس؟ أين العقول؟ نقدس كأسا لا يشرب فيه ولا ينتفع منه، إنما هو كأس تمثال كأنه صنم. هذا التعظيم، هذا تعظيم عجيب، وهذا التعظيم لهذه المباريات يتابعونها أكثر مما يتابعون الحج إلى بيت الله الحرام. أين العقول؟ ما الذي جرى؟ أين عقول الناس؟ أين عقول النساء؟ أين عقول الجميع الذين يهتمون بهذه القضايا؟ ونحن خلقنا لأمر عظيم أعلى وأغلى وأجل من هذه الترهات.